يعتبر قطاع الصناعة التقليدية أحد روافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث خلق فرص الشغل والثروة، ولذلك يحتل القطاع حالياً مركز الصدارة ضمن محاور استراتيجية التنمية بالمملكة. والحقيقة أن المغاربة بارعون في كل الصناعة التقليدية نظراً لغناه وقدرته على التجدد الذي ينصهر في بوتقة الخيال المبدع بالتقاليد العريقة. يبرز القطاع الطاقات الفاعلة الخاصة به والمتمثلة في جميع الحرفيين الذين يجسدون بحق الهوية الثقافية المغربية. ظهر لفظ لا دينوندري في القرن الرابع عشر، وهو كلمة مشتقة من دينوندي وتعني مجمل الأواني النحاسية والليتون التي كانت تصنع في الأصل بمدينة دينون ببلجيكا. في المغرب يحيل اللفظ على صناعة أشياء من مواد كالنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والليتون كمواد أساسية، ومواد أخرى كالبرونز والليتون والفضة وغيرها فيما يتعلق بالتلحيم. الصفارة المغربية غنية من حيث الإنتاج، إذ نجد منتوجات للتزيين كالمصابيح والمعلقات ومزينات الأبواب والمرايا والإطارات المختلفة، ومصنوعات للاستعمال مثل حافظات الحلي وعلب السكر وأباريق وصحون ومزهريات ومعطرات. تعكس هذه المنتوجات أصالة الصناعة التقليدية المغربية التي تكتسي أحياناً ملامح عصرية استجابة لتطور الأسواق وإرضاءً لتعدد أذواق الزبناء. تشير الصفارة إلى حرفة من يمارس نشاطاً مرتبطاً بصناعة مصنوعات معدنية، وفي بعض الحالات يشير اللفظ أيضاً لمن يقوم بصيانتها وتركيبها. داخل الورشة على النحاس أن يتعامل مع مختلف المعادن كالنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والليتون كمواد أساسية، ومواد أخرى كالبرونز والليتان والفضة وغيرها فيما يتعلق بالتلحيم. النحاس كاين النحاس الأصفر والأحمر والبيض. النحاس الأحمر والبيض شويش غاليين، والأحمر كيكون رطب والبيض كيكون قاصح. الأصفر كيكون مويان، ماشي رطب تتعوج وماشي قاصح تتهرس، تيساعدهم في الخدمة الصنايعي وتا في الفينيسيون تيجي مزيان. على الصفار أن يستعمل في الصقل والتلميس خصوصا مواد مختلفة قليلة الخطورة، وعليه أن يستعمل أدوات يدوية في الغالب وكهربائية أحيانا محمولة أو ثابتة، وأن يصونها وينتجها مع احترام قواعد السلامة. يتطلب تطوير الحرفة من الصفار التجديد على مستوى الرسم حتى يتمكن من تقديم منتوج عصري، لذلك يعمل على ملائمة مصنوعة حالية أو عتيقة مع مصنوع تقليدي أو عصري. لكن ما يميز مجال الصناعة التقليدية هو أن التقليد يؤثر بقوة على الممارسات الحرفية. بالنسبة للتجربة ديالي الصناعة ديالي، جيت طواعية بهذه الحرفة والحمد لله تعلمت الصناعة، وكانت تجربة طويلة شي شوية وتعلمت الصناعة الحمد لله. في هذا القطاع يمكن التمييز بين ثلاث مستويات حرفية حسب التجربة والكفاءة: المتعلم، المعلم والحريفي. المتعلم هو المبتدئ، قد يكون مأجورا أو لا تكوين له، وقد يكون ذو تجربة محدودة أو لا تجربة له. حسب التعريف التقليدي، المعلم هو صفار يشتغل تحت أمره عدد من المتعلمين داخل الورشة. يعتبر معلم
كل أجير تمكن من المهارة الكافية لإنتاج جميع المصنوعات التي توجد بالورشة. أما تسمية الحريفي فتطلق على كل معلم قادر على إبداع نماذج جديدة. الحريفي المقتدر هو من يقدر على إبداع نماذج أو إعادة إنتاج نماذج قديمة بتفويض من وكيل، ويرسم هياكل ويفصل المنتوجات. الصفار حرفي يتكفل بالإضافة لمشاركته في الصنع بالتنظيم وبتدبير الوسائل ومراقبة الجودة وبالتواصل من أجل اقتناء مواد الصنع وبيع المنتوج، لذلك يجب إعداد المتعلم لممارسة كل هذه المهام. بالرغم من أن المعلم يعمل دوما تحت إشراف الحريفي، فإنه بإمكانه وحسب درجة استقلاليته أن ينجز عمله لوحده وأن يتدخل في كل المراحل. داخل ورشات الإنتاج الصغيرة تتحدد مكانة الصفار ومسؤولياته حسب موقعه في البنية التراتبية القائمة. يعين الصفار الرئيس من له تجربة أكبر، ويكون في الغالب مالكاً ومسيراً للورشة. تحت سلطته يشرف رئيس الورشة على العمال والمتعلمين. في نظام إنتاج تسلسلي يمكن للعامل أن يتخصص في مرحلة من مراحل عملية الإنتاج. في هذه الحالة يضمن الإشراف على العمل وتوزيع المهام وتنسيقها وتناغم وانسجام المنتوج. تقترح الاستراتيجية بناء صورة جيدة ومتميزة متناغمة مع الوضع الجديد للصناعة التقليدية المغربية بمضامينها الثقافية القوية في بعديها العصري والأصيل، وبما ترمز إليه من قيم الإبداع والجودة والتجديد. كيخرموا أي واحد كيقرأ مهندس ما كيقراش يتعلم الصناعة يدير التكوين ويصبر يصبر ولا صبر راه غينال. ضمن هذا السياق وضع نظام التكوين المهني عرضا تكوينيا جديدا منسجما مع حاجة القطاع من حيث المؤهلات والكفاءات، عرضا يستجيب لمتطلبات مقارنة الكفاءات. ويشكل التكوين بالتعلم في هذا القطاع بالنسبة للشباب الأسلوب التكويني المناسب الذي سيتيح لهم الاندماج اجتماعيا ومهنيا.